بالعودة إليكم بالتأكيد في موضوعنا، يعني نتحدث بالتأكيد مع ضيفنا العزيز مدير عام مجلس الزيتون الفلسطيني السيد فياض فياض. يسعد صباحك أستاذ فياض، أهلا وسهلا فيك. يسعد صباحك وصباح جميع المستمعين ومشاهدينا الكرام، أهلا بك. يعني بداية قبل أن نذهب إلى النصائح إذا أمكن، هل بالإمكان أن نقول بأن المربعانية أو هذا الفصل كان يتسم بصفة الجفاف بالنسبة للمزارعين، أم أننا قد نكون نبالغ قليلا إذا ما وصفناه بهذه الصفة؟ شكرا لكم في تلفزيون فجر اهتمامكم بأمور المزارعين واهتمامكم بأمور المواطنين بصورة عامة. ما من شك أنه نحن نعيش تغير مناخي، وهذا التغير المناخي أصبحنا نشاهده وخاصة في آخر سنوات وهذا العام بالذات يؤكد على أن هناك تغيرا في مواقع الفصول، تداخل فصل الشتاء مع فصل الربيع، تداخل فصل الصيف مع فصل الخريف. إن باعتبار أنه حتى الآن المربعانية، إحنا بنعرف أنه المربعانية بدايتها ونهايتها وأنه شو متطلباتها وشو اللي مطلوب شو اللي بنأمله منها. وإحنا بالنسبة لنا كقطاع زيتون بالذات تحديدا، نعم، قطاع الزيتون المربعانية ضرورية جدا إلا وخاصة الأمطار فيها. نعم حتى الآن في هناك جفاف لم نعهد سابقا، يعني طول عمرنا السابق ما عمرنا أجد المربعانية دخل المربعانية وتهل المربعانية دون ما يكون في عنا أمطار، دون ما يكون. وحاليا يعني باعتبار برد بدون مطر، البرد ممتاز جدا للزيتون. الآن البرد ممتاز، ضروري، هو ضروري جدا. لا يمكن الزيتون انه يزهر او يعقد او كذا اذا ما اخذ وجبه كافيه من البرد خلال المربعانيه. الان في هذه الايام في هذه اللحظات اللي انا عمالي بحكي معك، تحت كل ورقه زيتون في هناك طلع برعم. هذا البرعم طبعا هذا البرعم الآن تشكله في هذه الأيام في المربعانية. هذا البرعم كمية البرد اللي احنا بتلقاه هذا البرعم في خلال فترة المربعانية هي من ستحدد هل هذا البرعم سيكون زهرة أم سيكون نمو خضري. نعم. لكن احنا في قوانين بلزمنا أمطار، لأنه إحنا عندنا المثل الشعبي يقول سيل الزيتون من سيل كانون. وإحنا حتى بصورة عامة حتى لو الدنيا مطر في كوانين في شهر 12 شهر 1 في أثناء المربعانية، لو الدنيا مطر ومثل ما بيقولها كب من الرب، إذا استطعنا أن نسقي الزيتون نسقيه، لأنه مخزون المية اللي بينزل في داخل التربة في هذه الفترة هو المخزون اللي شجرة الزيتون رح تتغذى عليه بأشهر الصيف. وفي الأشهر اللي ما بيكون فيها عندنا أمطار وما بيكون فيها مصدر تغذية للزيتون، إذا ما استطعناش يكون في عندنا ري تكميلي أو ري على مدار السنة بالنسبة للزيتون. فنعم صحيح إنه السنة هذه تأخر المطر حتى هذه اللحظة، لكن نأمل الموجات اللي عمالهم متنبع فيها في الأسبوع القادم اللي احنا اللي جاء علينا وما سيتبعه إنها تكون تعوض. لأنه يعني صدقا في ظل التغيرات الجوية ما حدا بيقدر يعرف شو اللي ممكن يحصل أو شو اللي ممكن إنه تصير الأمور. الموسم الماضي خير مثال على ذلك، إنه احنا نزلت عنا أمطار فوق الطبيعي حتى 28/3 توقفت الأمطار نهائيا. الآن كان في عنا تأخر شديد جدا في موعد الإزهار، كان تأخر كثير جدا زاد عن الشهر في موعد عقد الزيتون. طبعا لربما أثر علينا كثير جدا إنه الناس ما تبعت تعليمات وزارة الزراعة وقطفت بكير وقطفت قبل ما ينضج الزيتون وقطفت قبل ما يحصل السيولي، لذلك كانت كارثة بالنسبة للمزارعين إنهم اللي كان تكون عنده نسبة السيولة الزيت في فترة زمنية معينة 25 ما جابش 15، واللي كان يجيب 30 ما جابش 20، إلا أنه في الأخير تعدل الوضع. لكن تعدل وين؟ بعد ما الناس كانت قاطفة زيتونها. هذا التأخر العام الماضي اللي صار في الإزهار
وفي ما في عهد عقد لربما خبراء كثيرين جدا كانوا يتوقعوا أن تكون سنة سيئة. كان توقع أن يكون في هناك سنة سيئة، نتيجة أنه الظاهر ما أجى في زمانه المعتاد والعقد ما أجى في زمانه المعتاد، لكن بحكمة رب العالمين أنه في تأخير ذلك كنا قد تجاوزنا المرحلة الخطرة اللي بيصير فيها الخماسين وبيصير فيها باعتبار أسباب تسبب سقوط الأزهار أو تسبب عدم العقد. نعم. والآن إحنا أملنا برب العالمين كبير جدا أن يكون عدم الإمطار أو عدم وجود الغيث في المربع نيب وتأخره وأن يتم تعويضه بالفترة الأيام القادمة وأن تكون الأمطار كافية. نأمل من رب العالمين أن يكون كله من رب العالمين لخير المزارعين. نعم إن شاء الله بنتمنى ذلك. طب يعني سيد فياض، هل من بعد هذا الوصف، أشكرك جزيل الشكر على التوضيح، هل بالإمكان أن يكون في هناك فرصة لإنقاذ هذه الحالة من قبل المزارعين؟ يعني هل في هناك طرق أو آليات معينة قد يستطيعوا من خلالها ممكن تحسين الحال أو تحسين هذه الظروف؟ الآن إحنا على بدء أيام من موعد هطول الأمطار. نعم. لكن من يستطيع يروي والآن إحنا عندنا مناطق القابلة للري أو الري التكميلي هي قليلة، لكن من استطاع يروي ولا يتردد قطعيا، لأنه يعني لا يتردد حتى وإن كان الوقت أو النداء متأخر شوي، لو قبل أسبوعين ثلاثة طلبنا من الناس إنها تبدأ اللي عنده مي أو بقدر يروي بيكون أفضل. الآن ما في عندنا وسيلة، الطبيعة لا نستطيع أن نقاومها بظروف العادية لأن توفرت الإمكانيات للتخفيف من الضرر. الآن إذا في حدا عنده مي وبقدر يسقي، لكن نأمل ما دام هو يوم الاثنين يعني بعد ثلاثة أيام أو بعد أربعة أيام يعني سنبدأ هطول الأمطار، نتمنى أن رب العالمين يعوضنا وأنها يعني أن ينقلب الموضوع لصالح المزارعين. ولكن أكيد في هناك ضرر أصاب المحاصيل الشتوية، يعني باعتبار تأخرت كثير جدا في نموها أو ممكنها ما تعطي العطاء اللي كان متوقع، لكن كله بيد رب العالمين. نعم سيد فياض، إيش ممكن أبرز المحاصيل التي يعني أكثر تأثرا بهذه الحالة من المحاصيل الزراعية؟ كل المحاصيل الشتوية يعني باعتبار أكيد تتأثر لأنه ما كان في مطر باعتبار كافي. يعني عندنا البيتية سواء زهرة سواء فول سواء يعني الحبوب بصورة عامة كاملة. نعم. يعني لو أمطار كان الآن في نمو جيد، لكن الآن عدم وجود الأمطار أكيد إنه يعني باعتبار نموها بطيء جدا أو إنه ممكن ما يكون إشي ما بنماش. نعم. وهل هذا من شأنه أن يرفع أسعار هذه المنتجات؟ أعتقد ليس له علاقة بالأسعار، لأنه الأسعار نحن يعني مثال إذا بنزرع إذا في عندنا إنتاج استهلاكنا المحلي من إنتاجنا لا يمثل نسبة بسيطة جدا مما يتم استيراده أو دخوله من خارج الوطن. يعني لو جينا قلنا العدس والحمص والكذا نحن شو إنتاجنا مقارنة مع اللي يتم استيراده؟ قليل جدا. لكن المحاصيل العادية إذا الفول البلدي إذا على مثلا ممكن يعني لفترة مؤقتة ما أعتقد أنه راح يأثر على الأسعار نهائياً. لا إن شاء الله إحنا بالتأكيد بنأمل أن تكون هناك عودة للأمطار إن شاء الله في أقرب وقت وأن تنقذ هذه المحاصيل الزراعية بمختلف أشكالها وأنواعها إن شاء الله. أشكرك جزيل الشكر سيد فياض فياض مدير عام مجلس الزيتون الفلسطيني على كل هذه التفاصيل، ونتمنى لك جمعة مباركة. بالتأكيد يعني هذه كانت وصف للحالة الجوية التي تؤثر على الجانب الزراعي. بالتأكيد إن شاء الله نتمنى أنه يكون في هناك هطولات مطرية بإذن الله تعالى خلال الأيام القادمة، وهذا ما قد نستشفه من خلال مؤشرات الخرائط.